أشرفنا اليوم على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر. في هذه المناسبة هذا يعتبر إن شاء الله دعم للفلاحين، وقفة ميدانية مع إخواننا الفلاحين، وخاصة في هذه الولاية الفاتية، هذه الولاية الطموحة، هذه الولاية ذات الطابع الفلاحي والرعاوي. نتمنى لهم إن شاء الله يكون موسم حصاد مثمر وناجح. إن شاء الله رانا نحثوا الفلاحين باش يزيدوا يضاعفوا المجهود تاعهم، باش يزيدوا يوسعوا المساحات المسقيه، خاصه بالنسبه للزراعات الكبرى، للزراعات الاستراتيجيه من القمح من الشعير.